يا مرحبا ومسهلا، عدنا لكم. الله يعطيك العافية أخوي هادي الشيباني. طبعا هادي اعتذر شديد الاعتذار، المفروض أنه كان يحضر معنا هنا، ولكن اعتذر واتصل، والله العظيم من عذر السمين ومعذور يا أخوي هادي. شكرا لك، وأبى إلا أنه يشارك معنا بهالمقطع وبهالمعلومات الجميلة عن القهوة السوداء. وش رايكم في كلامه؟ ربطها من ناحيه من عده مجالات، ربطها من بعشق، من ناحيه التاريخ، من ناحيه التجاره، من عده نواحي، حتى الاصاله بعد ربطها فيها القهوه السوداء. هو عنده منتج يعني سنتين او 3 سنين، فكان ما شاء الله تبارك الله في بدايته كان يشرب قهوه زي يعني زي كروتين يوم عصر الظهر مغرب. جميل. حب صرت اشوف عند المكان اللي ساكن فيه، حب تجيب كميات كبيره، فاتوقع انه يعني هو اللي اعلم مني، واشوف انها يعني ماخذها بزنس وماخذها روتين، متعمق بالمجال ذا. تأيدون كلامه عبد العزيز؟ لو تروح كنترول عشان المايك. تأيدون كلامه؟ تشوفون انه يعني تاريخ، أصالة، عشق؟ ايش رايكم؟ ايش رايكم في كلامه بشكل عام؟ وانا قطع ورق، لو كلامه ما هو صحيح، ما هو من 2013 الى اليوم هذا، هو يشربها من عام 2003، ولكن بدأ في التجارة فيها من 2013. القهوة السوداء ناجحة. لو ما هي ناجحة ما كان هالوقت. الحين كلها قهوة سوداء على قولتك. حتى بالمجالس الشباب قاموا يصبون قهوة لأخويا. أنا نزلت البارح، بعد إذنك، نزلت البارح في جولة، لما عرفت إن عنوان حلقتنا عن القهوة السوداء والقهوة السعودية. نزلت البارح أتمشى في إحدى المجمعات. لقيت المجمع كامل كله كافيهات القهوة السوداء، بس كافي واحد يقدم القهوة السعودية. فأخذت عدة لقاءات مع الناس الموجودين هناك، جهزوها لنا يا شباب، سواء عشاق القهوة السعودية أو القهوة السوداء، أعطونا مقطعين إذا جهزت بلغوني. وش تقول يا أنس في كلام هادي؟ وش رأيك فيه؟ والله ما نقول إلا خير ونعم في هادي، وكلامه طيب، وأنا يعني بالنسبة لي أشوف أن الموضوع فيه أريحية أكثر. وشلون أريحية؟ الآن صار فيه هوس بين التفضيل، يا القهوة السعودية ولا القهوة السوداء. والله إن جازت لك هذه ولا جازت لك هذه ولا شربتها كلها نعمت من الله وخير وبركة. فأنا مع يعني هادي مثلا يفضل القهوة السوداء، أنا أفضل القهوة السعودية، فلان يفضل القهوة السوداء، فأشوف أنها ممتازة. وبالعكس وجودها الآن صار ضروري، مثل ما قلت صارت بزنس، صارت يعني كيف راس، صارت أشياء واجد في ناس وجودها مهم. في ناس ما تبدأ يومها إلا بالقهوة السوداء. صحيح، هو اللي وجودها مهم. لكن أيضا واحد منهم لا يبين نرجع له.